وفي تصريحات عقب مراسم التوقيع الرسمي على إعلان تأييد السلام، أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، أكد أن إعلان تأييد السلام أنه خطوة تاريخية نحو إحلال السلام في الشرق الأوسط، وهي خطوة شجاعة واستثنائية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.